الله تعالى وبركاته. دائما مع برنامج توضيح. في هذه الحلقة بعض الأشياء الغير واضحة حول الدقيق الأبيض، وكما قلنا يعني في أول حلقة نريد أن ننظف الساحة من هذه الأشياء يعني التي تقال للناس بطريقة يعني غير واضحة. طبعا هذه الدقيق، هناك من يتكلم عن الدقيق الأبيض ولا يعرف، لا يعرف الدقيق الأبيض، وهناك الدقيق الأبيض والدقيق المبيض، كاين فارين بلانش كاين فارين بلانشي، ماشي بحال بحال، ليس نفس المنتوج. فالدقيق الأبيض هو الدقيق الذي تنزع منه النخالة ويبقى هذا خالص، يعني حتى أنا في المغرب كنا نسميه الخالص، كيبقى دقيق أبيض خالص بدون نخالة، لأن النخالة هي اللي كتعطي اللون شوية يعني أصفر لهذا الطحين. وهذا دقيق أبيض طبعا أهميته قليلة جدا. لماذا؟ لأن لما نزيل نخالة فطبعا نزيل الأملاح المعدنية ونزيل الفيتامينات ونزيل الألياف الغذائية الدائبة، الألياف الغذائية الغير الدائبة اللي هي اللي مهمة في التغذية. فلما نزيف الألياف والأملاح والفيتامينات فماذا يبقى؟ لا شيء، يبقى النشا ستارتش لاميدون، ويبقى مع شيء قلي ضئيل، هذا طبعا بروتينات يعني هي في الحبوب ضئيلة تكون 10 إلى 12%، ويبقى شيء يعني أثر الأملاح المعدنية، أثر الفيتامينات. لذلك مثلا في الدول الأمريكية لما تزال النخالة يضيفون يعني الفيتامين بي، يعني يزيلون الفيتامين بي في النخالة ثم يضيفون الفيتامين بي لهذه الطحين، يعني الطحين يعني مدعم بالفيتامينات. أما الدقيق المبيض يعني لفارين بلانشي فهذا دقيق معالج بكيماويات لكي يصبح أبيض يعني ناصع وهو عليين. ودقيق يعني طبعا هذا مصنوع للحلويات ولبعض هذا بعض العجائن التي تستعمل مثلا في البيتزا ولا تستعمل في أشياء هكذا حلويات على الخصوص. فهذا الدقيق المبيض هو معالج بكيماويات، أشهرها الكلور، هذا يعني غاز الكلور، ولا يعني البيروكسيد بنزويل، يعني هذا بيروكسيد داسيتون كذلك، يعني السلفات دامونيوم، هذه كله حتى بيريودات، هذه كلهم أشياء يعني تستعمل للعلاج. كاين حتى السيستين، يعني كي تضاف إلى السيستين. لماذا؟ لأن هي كي يتخمر بسرعة، الطحين يتخمر بسرعة. السيستين، والسيستين فيها لالوكسان، ولالوكسان يسبب السكري، لما أن لالوكسان هي يعني تقتل خلايا بيضاء في البنكرياس. فيعني الدقيق الأبيض ليس هو الدقيق المبيض. ولما يتكلم الناس عن خطر الأبيضين والثلاثة وإلى آخره، فيجب أن يوضحوا للناس عن ماذا يتكلمون. الدقيق الأبيض هو موجود في جميع الدول، وهو الدقيق الذي يستعملونه الناس، يعني جميع المطاحن في العالم هي عند البلانشيستر والساسور إلى آخره، هي تزيل النخالة ثم تخرج هذا الدقيق الأبيض، يعني أهميته نقصت 70%. يصلح للتغذية أو لا يصلح؟ لا يصلح للتغذية. ثم يعني أسهل ما يمكن، وحتى المطاحن ربما يسهل الأمر لما يزيلوا، لأن هذو هما المعدات في المطحنة اللي كتخلي الصير يعني الصوائر تكون مرتفعة عند المطاحن، هما البلانشيستر والساسور، هذو هما لي بوست، يعني هذو هما الدقيق لما يعني يطحن ثم يمر من هذه، يعني كاين هناك يعني مراحل في الصناعة كي يصبح دقيق، إما سميد إما دقيق إما عليه أنواع الدقيق. فيعني أنا أنصح المطاحن يطحنوا القمح ثم يعبئوا الأكياس دقيق بالنخالة، مسمى دقيق كامل وجيد في التغذية وسهل بالنسبة للصناع. لماذا عليهم؟ يجب أن يكون هذا الدقيق، لأن المستهلك الآن أصبح يطلب هذا الدقيق، دقيق بالنخالة. ثم يعني أما الدقيق الأبيض فهو دقيق منخول، يعني مزيلت نخالته، فهو ليس خطر. بعض الناس كيبقوا يحذروا منه، هو ليس خطر لكنه دقيق بدون أهمية، يعني أهميته بسيطة قليلة جدا، نقصت 70%. أما الدقيق المبيض لفارين بلانشي هذه فهو دقيق معالج بكيماويات كي يأخذ لون يعني أبيض يعني ناصع جدا، وهذه الكيماويات ربما يكون فيها خطر. فالحبوب تعالج ببعض المضادات للحشرات يعني أثناء التخزين، ربما يستعمل فيها pH 3، يعني هذا يعني المكون هذا الغازي اللي كيعالجوا به الذرة والقمح، يعني جميع الحبوب هذه طبعا في الدول الأخرى الدول المنتجة.
ثم يعني تكون أثر المبيدات أو أثر هذه الكيماويات التي تعالج بها الحبوب قد تكون في هذه الحبوب، فيجب أن تغسل قبل أن تطحن ثم يستخرج من الدقيق. هل المطاحين يغسلون أو لا؟ هذا شيء آخر يجب أن نسأل، هل يغسلون هذه الأشياء؟ يجب أن يكون يعني عملية غسل هذه الحبوب أولا، يعني لإزالة هذه الأشياء الكيماوية التي عالجت بها الحبوب. ثم يجب أن يفرق الناس بين هذه الأشياء، دقيق أبيض ودقيق مبيض ليس نفس الشيء، يعني هذا تبييض دقيق هو يستعمل فيه كيماويات، فهذا الدقيق المبيض طبعا هو اللي لازم الناس يحذروا منه، واللي يعني ربما يكون يعني محمل بخطر، ربما يعني هذه يجب أن يكون هناك يعني المختبر هو الذي يحدد هذه الأشياء. وهذه المسائل هذه مع الأسف الشديد المختبرات يعني لا تعمد إلى البحث عن المبيدات والبحث عن الكيماويات في الدقيق، يعني هذا هو المشكل اللي كاين الان، لان صحه وسلامه المواد الغذائيه دائما كنمشيو للجراثيم وكنمشيو للحوم والاسماك والبيض، ولكن نترك بعض الاشياء اللي ربما يكون فيها خطر كيماوي اكثر من الجراثيم بألف مره. لكن هكذا يعني في يعني حتى الناس اللي خدامين الذين يعملون يشتغلون في المراقبه دائما عندهم جراثيم، عندهم توكسينات، عندهم اشياء، ولكن الكيماويات الان نحن في عصر الكيماويات، فيجب ان تكون مراقبه الكيماويات اولا، ثم الحشرات، ليس الحشرات انما الجراثيم، جراثيم لا تشكل اي خطر. الحبوب الان مشكل الميكوتوكسينات يكون اثناء التخزين، اذا كانت ميكوتوكسينات في الدقيق فليس هناك اسلوب ممكن ان يزيل الميكوتوكسينات من الدقيق، لا يمكن، مستحيل، يجب هذا الدقيق ان يحرق او او او, أو يعني او يستعمل كسماد للارض اذا كان فيه ميكوتوكسينات، لان ليس هناك اسلوب الان كيماوي صناعي في اي بلد متقدم او متخلف، ليس هناك اسلوب ممكن ان يزيل الميكوتوكسينات من الدقيق او من الطحين، لا يوجد. إذا كان هناك أثر الميكوتوكسينات في الطحين فهذا الطحين يجب أن يتلف أو عليه حتى الحيوانات، لا يعطى حتى للحيوانات إن شاء الله. فهذا توضيح ما بين دقيق أبيض ودقيق مبيض باش الناس يعرفوا عن ماذا يتكلمون، وهذه النصائح كيف هكذا يعني تدعى على الناس في بعض الإذاعات وفي بعض المواقع إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر.